المزيد حول انطلاق هذا الاجتماع الذي ينعقد اليوم وغدا ببوزنيقة مع موفد ميديان تيفي عبد المولى بوخريس. بعد فترة من الجمود عرفها الملف الليبي، الدبلوماسية المغربية تنجح في جمع الأطراف المتنازعة على طاولة الحوار هنا بأحد المنتجعات السياحية بمدينة بوزنيقة. اللقاء يعبر عن الدينامية التي تعرفها الدبلوماسية المغربية من أجل إعادة قطار المفاوضات إلى سكته الصحيحة عبر جمع ممثلين عن المجلس الأعلى للدولة بليبيا وممثلين عن برلمان الليبي بطبرق، وقبله كذلك مجموعة من المبادرات من قبيل استقبال عقيل صالح رئيس المجلس النواب، وأيضا خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، وستيفاني ويليامز الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالنيابة بليبيا. بحسب مصادر مقربة من المحادثات فهذه اللقاء يعبر أو هذا اللقاء يأتي لدعم جهود الأمم المتحدة من أجل إيجاد حل سلمي ومتوافق عليه للأمور في ليبيا بعيدا عن لغة السلاح التي عمرت طويلا. وبحسب ما أكد وشدد عليه وزير الخارجية المغربي، يجب استثمار نقطة وقف إطلاق النار من أجل إطلاق مفاوضات ستنتهي إلى حل يرضي جميع الأطراف. طبعا الجهود المغربية أو هذا اللقاء هو لا يمثل مبادرة مستقلة أو موازية، وإنما هو يأتي من أجل دعم جهود الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا.